للمزيد مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري الزميلة جيرمين إبراهيم من مقر المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة. جيرمين، بعد التحية، أن تضعينا في صورة الأجواء لديك، خاصة بعد انتهاء الجلسة الختامية والخروج أيضا بتوصيات المؤتمر الاقتصادي والذي أقره القائمون عليه، وأيضا تحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجمل وعن تنفيذ ما سيتم التوصل إليه من توصيات. نعم مصطفى، بعد التحية، إذن هي نهاية فعاليات المؤتمر الاقتصادي في اليوم الثالث والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق. تحقق هذا الدعوة لعقد هذا الحوار وهذا المؤتمر الاقتصادي الهام، والذي كما أكد الرئيس أنه امتداد للحوار الوطني وجزء منه، وأيضا دعا إلى أن يشمل مختلف القطاعات الخاصة بالدولة. يعني إذا تحدثنا وتابعنا خلال الجلسة الأخيرة، وهي الجلسة الهامة والتي خرجت بعدد من التوصيات والتي كانت نتاج لجلسات متنوعة على مدار 3 أيام وهي مدة انعقاد هذا المؤتمر، فوجدنا أن التوصيات تتنوع ما بين توصيات تتعلق بقطاع الصناعة وزيادة الناتج المحلي، وأيضا قطاعات أخرى بسياسات المالية، وأيضا زيادة وجود القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. فإذا يعني ذكرنا على سبيل المثال الحصر أهم هذه التوصيات والتي استمعنا إليها في الجلسة الماضية، فكانت إصدار مؤشر للجنيه مدعوم ببعض العملات، أيضا سرعة الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، توصيات أخرى تتعلق بأهمية مرونة سعر الصرف والعمل على خفض نسبة الدين العام. أيضا في قطاعات أخرى كان هناك يعني دعوات وتوصيات بالتوسع في التصنيع المحلي وإشراك القطاع الخاص والأجنبي في إدارة وتشغيل مرافق خاصة بقطاع النقل. أيضا سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات الصناعية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وتحويل المناطق الصناعية إلى مدينة سكنية متكاملة. كانت هذه بعض التوصيات التي استمعنا إليها منذ قليل في الجلسة النهائية. أيضا كان هناك تعقيب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باعتباره ممثل للحكومة، وهي الجهة المنوط لها تنفيذ كل هذه التوصيات، وهنا أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه ستعمل الحكومة على تنفيذ كل هذه التوصيات في أسرع وقت. وأيضا يعني أكد على أنه كان هناك نجاح كبير لهذا المؤتمر الاقتصادي، ومشاركة تجاوزت 1000 مشارك على مدار فعاليات هذا المؤتمر ومدار الجلسات التي عقدت. كان هناك أيضا يعني تفاعل كبير من هم خارج المؤتمر أو لم يحضروا عن طريق المنصات المختلفة والموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، وأيضا التطبيق على الهواتف المحمولة. تحدث عن أكثر من 250,000 مشاهدات كانت على كل هذه المواقع. ثم أيضا أكد على عدد من الرسائل، منها تأكيد يعني حرص الحكومة على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، واهتمام الحكومة بخفض كلفة أداء الأعمال للقطاع الخاص، وإلزام الجهات الحكومية على عدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء. أيضا التزام الحكومة بالحياد التنافسي والتأكيد على تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص. وأيضا أكد أنه سيتم العمل على تبني آلية تواصل مستمر بين مختلف الفئات للتعرف على ما تم تنفيذه، العقبات الموجودة، وكيف يمكن العمل على حلها وصولا لتنفيذ كل هذه التوصيات. أيضا كان هناك اقتراح لعقد مؤتمر سنوي بيجمع كل الأطراف وبيشجع الاستثمارات الأجنبية إلى جانب حل مشاكل خاصة بالاقتصاد المصري. كان هناك جزء مهم وهو أيضا تشجيع الاستثمارات الأجنبية، فسيكون هذا من خلال عقد المؤتمر السنوي على أن يكون في المؤتمر القادم في النصف الأول من عام 2023. كما أكد أيضا على تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة ملكية الدولة وعرضها على مجلس النواب، إلى جانب طبعا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعداد حزمة للحماية الاجتماعية في ظل وجود ظاهرة التضخم التي تواجه العالم كله وطبيعة الحال
مصر، ثم جاءت الكلمة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات الجلسة الأولى، والذي أكد فيها على التزام الحكومة بتنفيذ كل هذه القرارات في أسرع وقت. أيضا يعني تحدث عن أيضا العمل على عدم تحمل المواطن لأي أعباء إضافية برغم ما يواجهه الاقتصاد المصري، ولكن أكد على حرص الدولة على دعم كل الفئات الموجودة وخاصة الفئات التي تعاني في ظل التضخم وارتفاع الأسعار. كما أكد الرئيس أيضا على العمل على توفير فرص عمل تستهدف الطبقات محدودة الدخل وتكثيف جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تمويل مشروعات خاصة أيضا للفئات محدود الدخل. يعني كان هناك توصيات فورية للعمل على تنفيذ كل هذه التوصيات في أسرع وقت ممكن، والتأكيد أيضا على أهمية أن يشمل يعني التفاعل ليس فقط قطاع الاقتصاد ولكن مختلف قطاعات الدولة للعمل على التكاتف بين مختلف الأطراف للوصول إلى يعني دولة تستطيع أن تتقدم في مختلف المجالات. يعني إذن هذه هي نهاية الفعاليات على مدار 3 أيام، كان هناك جلسات متنوعة. اليوم أيضا كان إلى جانب الجلسة الافتتاحية كان هناك جلسة أخرى كانت في البداية بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهي كانت عن وضع خارطة الطريق لتطوير قطاع الصناعة، وكان لها عدد من الأهداف التي تم مناقشتها، منها سبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية، وذلك لتخفيض حجم الواردات عن طريق تخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات، وخاصة أنه اليوم كان هو بيتعلق بمحور خارطة الطريق، لكن أمس كان هناك محور آخر، وأول يوم كان هناك محور آخر كان بيتحدث عن يعني السياسات الاقتصادية الكلية للدولة، وكانت عن طريق استعراض أداء مؤشرات الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية، وأيضا كيف استطاع الاقتصاد أن يواجه الأزمات المختلفة. نعم، وكان هناك أيضا في هذه الجلسة كان في اليوم الأول حديث لرئيس مجلس الوزراء وأيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي عن مدى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة كل التحديات. نعم، الموجودة. يعني إذن هي نهاية الفعاليات اليوم. إليك مصطفى. كل الشكر وتقدير زميلتي جيرمين إبراهيم على هذا العرض الوافي الشافي من مقر فندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة. شكرا جزيلا لك.